بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نورك محمد الحق المبين وعلى آله وأصحابه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حكاية جديدة من حكاوي ابن الطيب. حكايتنا النهاردة هنتعرف فيها على تسبيح أهل السماء الدنيا والسماء الثالثة وتسبيح الملائكة حين تقوم الساعة. الملائكة بتسبح بتقول إيه؟ هقول لك. أخرج أبو الشيخ والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله في سمائه ملائكة خشوعا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم قالوا: ما عبدناك حق عبادتك. وإن لله في سمائه الثانية ملائكة سجودا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فقال عمر: وما يقولون يا رسول الله؟ قال: أما أهل سماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. عرفنا دلوقتي بعض التسبيح اللي ممكن نستخدمهم في صلاتنا وفي أذكارنا. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.